طيب الآن بدأ التسجيل، بنبدأ. طيب يا أحمد لو المحاضرة بحضرك. بنبدأ ناخذ مثال اللي أخذناه في الكويز الأسبوع الماضي. طيب احنا الاسبوع الماضي كان عندنا الكويز انك تنشئ نفس فكره المخطط ده ولكن بطريقه ثانيه، طريقه الكرو فوت نوتيشن. طيب اول شيء انت لازم تعرف كيف تم انشاء المخطط ده، المخطط الكيانات والحركات. قلنا انت اذا تبغى تصمم، قاعده بيانات، اول شيء لازم تحدد ايش هي الكيانات وايش هي الصفات وايش هي العلاقات. هذه قاعده بيانات بسيطه للكليه، ايش الكيانات اللي فيها؟ عندنا كيان المادة وكيان القالب وكيان القسم. نبدأ نمشي هذا داخل البرنامج المشترك اللي هو اسمه دراو ايفو. أول شيء لو جيت أنت الآن تسوي مخطط للكلية على حسب ما هو مطلوب منك، أول شيء تحدد الكيانات. قلنا أول شيء الطلاب مثلا، ثاني شيء الأقسام، ثالث شيء مثلا المواد. الطلاب والأقسام والمواد. طيب تبدأ الآن تحدد الكيانات. قلنا أول كيان هو كيان المواد، على حسب المطلوب منك. يعني هذا مش نفس المثال اللي بيجي مختار، ولكن من نفس الطريقة. هذا الكيان الأول كيان المواد، الكيان الثاني كيان الطلاب، والكيان الثالث كيان الأقسام. تبدأ تحدد أنت الآن الصفات. قلنا المواد إيش الصفات اللي فيها؟ أول صفة اللي هي رقم المادة، ثاني صفة اللي هي اسم المادة، مثلا الدرجة ولا اسم المادة ورقم المادة وعدد الساعات ودرجة النجاح. طيب بعد كده نروح للطلاب، ايش الصفات اللي فيهم؟ قلنا مثلا عندنا رقم الطالب او رقم الاكاديمي، وبعد كده عندنا اسم الطالب، ايوه، تاريخ ميلاد، تاريخ الميلاد مثلا، الهاتف، الهاتف، العنوان، ورقم الجوال. طيب الان نروح للنقص. طيب مش لازم تجيبه بالضبط، على حسب مطلوب منك السؤال، يعني هذا بس مثال. الآن نروح للأقسام. عندنا مثلا كان رقم القسم، وعندنا مثلا رقم القسم واسم القسم، اسم القسم، آخر شيء مثلا الدرجة العلمية. الدرجة العلمية. الآن نبدأ نحط الصفات. من أول شيء عندنا كان رقم المادة، رقم المادة واسم المادة، عدد الساعات، وش كان عندنا؟ عدد درجة النجاح. الكيان المفتاح الأساسي حق الكيان ده هيقدر يحدد المفتاحي رقم المادة. رقم المادة مفتاح أساسي، فضروري إني أميز أعمال الصفات تكون بالشكل هذا. طيب تحت خط إنها تميز عن باقي الصفات. الآن نروح للطالب. عندي الرقم الأكاديمي، عندي الاسم، وعندي تاريخ الميلاد، العنوان، الآن نحدد المفتاح الأساسي اللي هو كان الرقم الأكاديمي. الرقم الأكاديمي. تمام، الآن نروح للكيان اللي بعده اللي هو القسم. عندي كان رقم القسم، واسم القسم، آخر شيء كان الدرجة العلمية. الحمد لله.
حد الدين رقمي بيسموه مفتاح الأساس. الآن أبدأ أوصل بين الصفات والكيانات. في الاختبار أنا ممكن أعطيك مثلا زي مثال، أقول لك مثلا أنا عندي كلية، وعندي في الكلية مثلا مواد، وعندي مثلا الطلاب، وعندي أقسام، بدون ما أقول لك هذا كيان وهذه صفة. بعدين أقول لك مثلا الطالب الواحد مثلا يدرس أكثر من مادة، والمادة يدرس فيها أكثر من طالب، أنت هنا تعرف أن هذه علاقة. أقول لك مثلا أن الطالب الواحد يدرس في قسم واحد، وأن القسم الواحد يدرس فيه أكثر من طلاب، هنا أنت تحدد علاقة. يعني ما أقول لك هذه علاقة وهذه صفة وهذا كيان، أنا أبدأ أشرح لك وأنت بعد كده تطلع كيف إيش العلاقات وإيش الصفات وإيش الكيانات، وبعد كده أنت على أساس القطعة الموجودة عندك أو على أساس الكلام اللي أعطيك إياه أنت تبدأ تنشئ مخطط، نفس المخطط ده مخطط كيانات وعلاقات، وبعدها تحوله إلى الطريقة الثانية اللي هي Proof of Notation. قلنا ليش احنا احتاجين الطريقة الثانية؟ عشان نبدأ، عشان الربط وعشان الكيان الوسيط. الربط بين العلاقات واحد المتعدد ما يبان إلا في الطريقة الثانية، والكيان الوسيط اللي بين العلاقات المتعدد المتعدد ما يبان إلا في الطريقة الثانية. طيب حتى هنا الآن كده واضح؟ أحد عنده الآن أي سؤال في الجزئية الأولى الآن اللي وصلنا لها؟ طيب الآن نبدأ بنسوي العلاقة اللي بينهم، العلاقة بين المواد والطالب، إن الطالب الواحد يسجل في أكثر من مادة، والمادة يسجل أكثر من طالب. الطالب يسجل في أكثر من مادة، يعني الطالب يدرس أكثر من مادة، والمادة يدرس فيها أكثر من طالب. فنبدأ نحط العلاقات، علاقة متعدد لمتعدد، هنا متعدد M، الطالب يدرس أكثر من مادة، وبرضو في عندي M تحدد أن المادة يدرس فيها أكثر من طالب. الآن نروح لقسم الطلاب، عندي علاقة واحد المتعدد، ليش؟ لأن الطالب الواحد يدرس في قسم واحد، والقسم الواحد يدرس فيه أكثر من طالب، فصارت علاقة واحد المتعدد. القسم يدرس فيه أكثر من طالب، هذا عندي هنا متعدد، والطالب يدرس في قسم واحد، عندي هنا واحد. طيب حتى هنا الآن يعني أنجزنا الجزء الأول، يعني أنت لو وصلت حتى الجزء ده الاختبار العملي عليه 10 درجات بتاخذ 5 درجات كاملة حق الجزء الأول. طبعا قلنا التلوين ما هو مطلوب منك، ولكن عشان بس نفرق بين الصفات والعلاقات والكيانات. طيب هذا كان الجزء الاول. طيب ننزل الان نسوي الجزء الثاني اللي هو الكروفوت نوتيشن، اللي هي عندنا موجوده في المذكره رقم 7 او الدرس السابع بالشكل ده. كيف نمثل مخطط الاي ار دايجرام ومخطط الكيانات والعلاقات باستخدام طريقة البروفوشن.
يقول لك الكراو فوت نوتيشن نلقاها شباب فين؟ نلقاها في اليسار هنا في علاقة الكيانات، علاقة الكيانات أو بالإنجليزي يجيكم اسمها Entity Relation، تضغط عليها والآن تظهر معك الجداول هذا. طبعا الكيان الواحد زي كده نمثله بجدول أو نفس الجدول ده. أنا عندي الآن ثلاث جداول، هذا الجدول الأول، هذا الجدول الثاني حق الكيان الثاني، وهذا الجدول الثالث حق الكيان الثالث. إذا نمشي نفس الطريقة اللي هنا، اسم الجدول يكون فوق هنا، المفتاح الأساسي يكون هنا عند البي كي، قلنا بي كي معناتها برايمري كي اختصار للمفتاح الأساسي، والصفات الباقية أخليها هنا تحت. طيب اسم الجدول الأول كان اسمه جدول المواد، المفتاح الأساسي كان رقم المادة، بعد كده الصفات اللي باقية اسم المادة، درجة النجاح، عدد الساعات. الجدول الثاني كان جدول الطلاب، الأساسي الرقم الأكاديمي، وبعد كده الاسم، تاريخ الميلاد، العنوان، رقم الهاتف. آخر جدول اللي هو جدول الأقسام، على أساس رقم القسم، عندي اسم القسم، الدرجة العلمية، آخر شيء ما أحتاجه فأحذفه. الآن خلصنا الجزء الثاني، خلصنا بس منه جزء اللي هو كيف تحدد الكيانات. الآن نبدأ نشوف العلاقات. طيب قلنا أي علاقة واحد متعدد نربط بينهم باستخدام المفتاح ايش؟ عدد الام الواحد المتعدد نربط المفتاح الاجنبي، المفتاح الاجنبي، تمام. قلنا المفتاح الاجنبي هذا هو موجود هنا في الدرس السادس، الجدار بالمفاتيح اخذناها. اخر شيء كان عندنا المفتاح الاجنبي، المفتاح الاجنبي اختصار اف كي او فورين كي، يظهر في العلاقات من نوع واحد المتعدد، يعني اي علاقه واحد متعدد نربط بينهم باستخدام المفتاح الاجنبي. طيب كيف نربط بينهم؟ بدنا ناخذ المفتاح الاساسي اللي في الجدول اللي فيه علاقه واحد، هذا المفتاح الاساسي في الجدول اللي فيه علاقه واحد، ناخذ نوديه الجدول الثاني اللي فيه علاقه متعدده بنفس الطريقه دي. اخذنا المفتاح الاساسي اللي في علاقه واحد نقلناه للجدول الثاني فصار اجنبي في الجدول الثاني. نفس الفكره بتكون هنا، ناخذ المفتاح الأساسي اللي في العلاقة واحد هذا ونوديه للجدول الثاني. ناخذ المفتاح الأساسي اللي في العلاقة واحد هذا ونوديه للجدول الثاني. معناته بناخذ هذا المفتاح الأساسي اللي في العلاقة واحد ونوديه للجدول هذا. طبعا نجي عند المفتاح الأساسي بالشكل ده نغير هنا. هذا بدل ما هو نخلي هنا رقم القسم، لأني أنا نقلت المفتاح الأساسي. نزلت المفتاح الأساسي من هنا جبته هنا فصار هنا مفتاح اجنبي صار اف كي. ها شباب في تقطيع في الصوت؟ طيب الآن قلنا هذا الآن أصبح ما هو مفتاح أساسي، أصبح مفتاح أجنبي، فنشيل الخط. لاحظوا الآن قلنا ناخذ المفتاح الأساسي اللي في العلاقة واحد اللي هو ده وننقله للجدول الثاني. أخذنا المفتاح الأساسي اللي في العلاقة واحد نقلناه للجدول الثاني فصار هنا اف كي، صار مفتاح أجنبي. الآن نربط بينهم، قلنا عندي واحد متعدد، هذا الواحد وهذا متعدد. شوفوا شباب لا تفرقوا بين الأشكال الثانية، هذا الواحد
وهذا متعدد. طبعا العلاقة واحد المتعدد يكون الشكل الرابط اللي بينهم بالشكل ده، ثم متقطع، يكون متقطع بالشكل ده، إلى أن نبدأ نوصل ما بينهم بين العلاقة واحد هنا، العلاقة متعدد هنا. الآن نغير شكل العلاقة هذه، نخليها مستقيمة. كده احنا خلصنا الجزء الأول أو العلاقة الأولى اللي هي علاقة الواحد المتعدد حق العلاقة. الآن نروح للعلاقة الثانية اللي هي علاقة متعدد المتعدد، كيف نربط بينهم؟ أخذناها في الدرس السادس، قلنا إن أي علاقة متعدد المتعدد لازم نحل العلاقة هذه ونضيف بينهم كيان وسيط. يقول لك ننشئ كيان وسيط بين الكيانين المربوطين بعلاقة متعدد المتعدد، نفس فكرة الكيانين هذه مربوطين بعلاقة متعدد المتعدد، نحل العلاقة دي ونضيف بينهم كيان وسيط. طيب ونستبدل به العلاقة التي تحول لعلاقتين من واحد المتعدد اللي بتكون بالشكل ده. نضيف الكيان الوسيط، الكيان الوسيط شباب بيكون نفس فكرة الجدول ده. طبعا الجدول هذا لازم انت تسميه، تعطيه اي اسم، ليش؟ لانه في النهايه انت الجدول هذا راح تشوف النظام، فلازم يكون له اسم. طيب الان كان وصيف مثلا العلاقه اللي كانت بين الطالب والماده اللي هي مثلا الدراسه، أو زي ما تقول مثلا برضو الجدول نسميها مثلا الدراسة. كيف نضيف المفتاح الأساسي والأجنبي؟ قلنا ناخذ المفتاح الأساسي اللي في الجدول الأول وننزله تحت، المفتاح الأساسي في الجدول الثاني وننزله تحت، اللي كان عندنا هنا الرقم الأكاديمي ورقم المادة. رقم المادة، فهنا بيكون الرقم الأكاديمي من رقم المادة. طيب رقم المادة صارت الآن الاثنين هذه مفتاح أساسي واحد، هل ممكن يحصل فيها تكرار ولا مش ممكن؟ مش ممكن. طيب هذه ممكن يحصل فيها تكرار، الآن في عندنا كان مثال هنا برضه في المذكرة أن ممكن الطالب رقم واحد يدرس المادة رقم 101 مثلا يحملها، وجاء نفس الطالب درسها مرة ثانية، فبيحصل عندي تكرار هنا في المفتاح الأساسي، فلازم أضيف فيها عشان ما يحصل عندي تكرار. زي إيش؟ تاريخ، زي مثلا التاريخ أو الفصل الدراسي، بحيث أنه يكون مثلا الطالب رقم واحد درس المادة رقم كذا في الفصل الدراسي رقم كذا، لما يجي يدرسها مرة ثانية بيدرسها في فصل دراسي مختلف. فنضيف هنا نضيف هنا مفتاح أساسي بي كي الفصل الدراسي، هذا مفتاح أساسي، هذا إذا صار عندي مفتاح أساسي واحد يتكون من ثلاثة أعمدة، رقم الأكاديمي ورقم المادة وفصل الدراسي، كلها صارت مفتاح أساسي واحد. إذا نضيف صفة اللي هي مثلا كانت زي الدرجة، عشان يكتمل عندي جدول الدراسة أن الطالب رقم فلان، الطالب رقم واحد مثلا درس المادة مثلا رقم 101 وفصل الدراسي رقم كذا وجاب الدرجة كذا، فالآن الجدول اكتمل. الآن أبدأ أوصل إلى العلاقات اللي هي لأن بدل ما كانت علاقة متعدد المتعدد صارت علاقة واحد المتعدد، صارت علاقة واحد المتعدد. فهنا الرقم الأكاديمي واحد للمتعدد ورقم المادة واحد إلى المتعدد.
نسحب الواحد، نسحب المتعدد، هذا المتعدد طبعا ما تكون بشكل هذا، تكون بالخط المستقيم. الكيان الوسيط يكون بالخط المستقيم. طيب الآن نوصل بينهم. من هذه علاقة واحد. طيب أقدر أتحكم الآن في شكل الشكل إذا ما ناسبني، مثلا أخليه بالشكل ده. وهذا أخليه مستقيم. صار عندي علاقة واحد إلى متعدد. نفس الشيء أسوي الجزء الثاني إذا ما ناسبني الشكل، العلاقة أسوي شكل من عندي بين علاقة واحد. هذا خليه مستقيم. علاقة واحد بثلاثة. أصبح عندي شكل نهائي كذا. طبعاً طيب الآن هذا صار عندي شكل النهائي. واضح يا شباب؟ أحد عنده أي سؤال في جزئية B؟ لأن هذا شباب 100% بتجي في الاختبار العملي. أحد عنده أي سؤال فيها؟ طيب الآن بأنهي التسجيل، وبعد كده اللي يبغى يراجع مثلا في أي وقت في المساء يقدر يخش على المحاضرة ويقدر يشوف التسجيل.